السلام عليكم ورحمة الله، موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، أهلا بكم. ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا أمس في مجزرة لطيران التحالف الدولي في مدينة الرقة إلى 15 شهيدا، بينهم 10 أطفال، بالإضافة لعشرات الجرحى من المدنيين. كما شن طيران التحالف اليوم غارات على عدة مواقع قرب بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. تمكن الثوار من استعادة السيطرة على قمة برج زاهية بجبل التركمان بريف اللاذقية، واغتنموا دبابتين وكمية من الدخائر. كما دمروا آلية لقوات النظام على محور الجب الأحمر ورشاشا على محور مرسى التلا في جبل الأكراد بصواريخ تاو. قتل الثوار 7 عناصر من قوات النظام في عملية نوعية على جبهة البويضة بريف حماة، بينما ألقت مروحيات النظام ألغاما بحرية على قريتي معركبة ولحايا ومدينة اللطامنة، في حين قصف طيران النظام الحربي قرى التلول الحمر ومعركبة وعيدون. قتل عنصر للنظام وأصيب آخر بجروح خلال اشتباكات مع الثوار على إحدى جبهات مدينة دارية بريف دمشق. إلى ذلك شنت مقاتلات النظام الحربي اليوم غارات مكثفة على بلدتي النشابية والشيفونية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط 10 جرحى بين المدنيين بينهم نساء وأطفال. قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة جاسم بريف درعا، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. وطال قصف مماثل بلدتي النعيمة والغارية الغربية ومدينة الشيخ مسكين وتل الجابية بريف المدينة. من ناحية ثانية أحرز الثوار تقدما على الجبهة الشرقية لمدينة الشيخ مسكين، وأجبروا عناصر النظام على الانسحاب إلى قرية قرفة. وفي خبرنا الأخير، قصف الثوار بالصواريخ تجمعات لقوات النظام بالفرقة 26 قرب بلدة تير معلى بريف حمص، في حين اندلعت اشتباكات بين الطرفين على جبهة ملوك جنوب مدينة تلبيسة. وفي الريف الشرقي دمر تنظيم الدولة 4 دبابات لقوات النظام خلال اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محيط مدينة القريتين. نهاية الموجز، استودعكم الله.